بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. ها نحن اليوم نجتمع من جديد على كلام مفيد وجميل، وارتأيت أن أجمل كلام أقوله لكم اليوم هي وصايا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي قالها قبل وفاته بعدة أيام وفي يوم وفاته. أنا متأكدة من أن الكثير منكم سيتأثر لهذه الحلقة اليوم، فكلامي هو عن سيد خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن لا تحرم نفسك أو غيرك من هذه الحلقة وأن ترسلها لغيرك، علها تكون سببا في هداية الكثير من المسلمين الذين دخلت البدع والخرافات إلى نفوسهم. اسمع عزيزي المستمع والمستمعة ولا تحرم نفسك أو غيرك الفائدة والأجر. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم. لقد بكى أبو بكر الصديق عند سماعه هذه الآية، بكى بكاء مريرا، فقالوا له: ما يبكيك يا أبو بكر؟ إنها آية مثل أي آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لا لا، هذه ليست كأي آية، هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول، وقبل وفاته بتسعة أيام نزلت آية أخرى من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اسمعوا الآية أعزائي المستمعين: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبدأ الوجع يظهر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أريد أن أزور شهداء أحد، وقد كان يحبهم كثيرا. فذهب إلى شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق. وأثناء رجوعي من الزيارة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى كل من معه. وعاد الرسول قبل الوفاة بثلاثة أيام، بدأ الوجع يشتد على حبيبي رسول الله، وكان في بيت السيدة أم المؤمنين ميمونة، فقال: اجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلن زوجاته كلهن بصوت واحد: نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملا النبي، وخرجوا به من حجرة السيدة مأمونة إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنهما. فرآه الصحابة على هذه الحال ولأول مرة، بدأ الصحابة بالسؤال بهلع، وهلع معناها خوف شديد: ماذا حل برسول الله؟ ماذا حل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ المسجد عن بكرة أبيه، وتزاحم الناس عليه، فبدأ العرق يتصبب من النبي بغزارة. فقالت السيدة عائشة: لم أرى في حياتي أحدا يتصبب عرقا بهذا الشكل. فتقول: كنت آخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي. تقول: فأسمعه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتقول السيدة عائشة، أي الحديث: صلاة في المسجد إشفاقا على رسول الله. فقال النبي: ما هذا؟ عليه الصلاة والسلام.
فقالوا: يا رسول الله، إنهم يخافون عليه. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم وما استطاع، فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتى يفيق، فحمل النبي عاد إلى المنبر. فكانت آخر خطبة لرسول الله وآخر كلمات له. فقال النبي: أيها الناس، أيها الناس، كأنكم تخافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، بمعنى أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلم يفهم أحد قصد رسول الله من هذه الجملة، والحقيقة أنه كان يقصد نفسه، بينما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد الذي فهم هذه الجملة، فانفجر بالبكاء وأعلن حبه، ووقف وقاطع النبي وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا وبأزواجنا وبأرواحنا، فديناك بكل بأموالنا. ظل يرددها، فنظر الناس إلى أبي بكر كيف يقاطع النبي. فأخذ النبي يدافع عن أبي بكر قائلا: يا أيها الناس، دعوا أبو بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به، إلا أبو بكر لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد، إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. وأخيرا، قبل نزوله من المنبر، بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل وفاته كآخر دعوات لهم، فقال: آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. وكانت آخر كلمة قالها كلمة موجهة إلى الأمة من على منبره قبل نزوله، قال: أيها الناس، روؤوا مني السلام كل من اتبعني من أمتي إلى يوم القيامة. يا أيها الناس، قرؤوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وحمل مرة أخرى إلى بيته، وبينما هو هنالك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر إلى السواك ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته من النبي وجعلت تلينه بفمها وردته للنبي مرة أخرى حتى يكون طريا عليه. فقالت: كان آخر شيء دخل جوف النبي هو ريقي، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: ثم دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت بكت، بكت لأن النبي لم يستطع القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي: أدنو مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها، فبكت أكثر وأكثر. فلما بكت قال لها النبي: أدنو مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سئلت: ماذا قال لك النبي فأبكاك في الأولى وأضحكك في الثانية؟ فقالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة، إني ميت الليلة، فبكيت أبي. فلما وجدني أبكي قال: يا فاطمة، أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. تقول السيدة عائشة: ثم قال النبي: اخرجوا من عندي في البيت، وقال: ادنوا مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته، وبدأ يرفع يده للسماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وتقول السيدة عائشة:
عرفت أنه بخير. وهنا دخل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك وما استأذن على أحد من قبلك. فقال النبي: ائذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. قال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي يقول: ها أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي الى رضا من الله ورضوانا ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقل رأسه على صدري، فعرفت انه مات، فلم ادري ماذا افعل، فما كان مني غير اني خرجت من حجرتي وفتحت باب الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. تقول: فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يأخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أنه قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي احتضنه وقال: وأخياه، وصفياه، وحبيباه، ونبياه. وقبل النبي وقال: تبت حيا وتبت ميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول: إن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسقط السيف من يد عمر بن الخطاب. يقول عمر: فعرفت أنه قد مات. ويقول: خرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي حبيبي رسول الله. دفن النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة فاطمة تقول: أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على وجه النبي. فوقفت تدعي النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا أبتاه أجب، رباه دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل لنعاه. إخواني، أنا متأكدة أن الكثير منكم بدأت الدموع تنزل من عيناه. من منا لا يحب رسول الله؟ فداك قلبي ونفسي وروحي وأبي وأمي وأولادي وكل ما أملك، أنت حبيبنا يا رسول الله. نعم، كلنا نحب رسول الله، كلنا تأثرنا بآخر وصايا رسول الله. ولكن أريد أن أسألكم، ولا سيما أنتم أيها الرجال، هل نفذتم وصية رسول الله؟ الكثير منا لا يصلي، وإن صلى يصلي يوم وعشر. لا، الكثير منا لا يتقي الله بالنساء، الكثير منا لا يجعل خيره في نساء بيته، الكثير منا ربما يهمل أهل بيته كله ويجعل خيره لغيره خارج بيته، الكثير منا يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام أمامه ولا يقول عليه الصلاة والسلام. أي بخل هذا الذي بدنا نتمتع به؟ المهم أن نقول الوصايا، أم أن نتحدث بأحاديث تجعل القلب يرتجف حزنا والنفس تطيب حبا وشوقا لرسول الله؟ لماذا لا تصلون السنة بعد الصلاة؟ لماذا لا تقومون بفعل رسول الله في بيت أهله وتقومون بذلك أنتم في بيت أهلكم؟ قال رسول الله: من حاد عن سنتي فليس من ملتي. وأي جرأة لكم تلك التي تقولون فيها أنكم ستقفون عند الحوض وتشربون من ماء النبي إذا كنتم لا تصلون عليه في الدنيا، إذا كنتم لا تصلون سنته، إذا كنتم لا تنفذون وصاياه؟ نعم، لا أحد إلا ويحب رسول الله، لكني لا أريد للسان أن يلفظ بتلك الكلمة، بل أريد قلبك ولسانك وعقلك وكل جزء في جسمك أن يقول: حبيبي يا رسول الله. دع جسدك يسجد لله محبة بسنة رسول الله،
دع لسانك يتحرك بأذكار رسول الله، دع يدك تتحرك بفعل الخير في أهل بيتك بفعل رسول الله، دع كل جوارحك وكل ما أكننته في نفسك وعقلك لتكون نسخة طبق الأصل عن رسول الله. وليس ذلك بصعب إن أردت ذلك، هو نبي ولكنه بشر وأنت مثله بشر. لقد أقرانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسلام، فلا تكونوا بخلاء، وكلما سمعتم رسول الله قولوا بقلب صادق عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلموا هذه الكلمات الطيبة لأبنائكم ليكبروا وهم يتعلمون آداب الحديث عن رسول الله. هذا كل ما لدي، أنا متأكدة أنكم ذرفتم الدموع كما ذرفتها، فإنه والله لموقف جلل عظيم، وسنبكي كثيرا على أنفسنا إذ ضيعنا وصايا رسول الله. إياكم أن تضيعوا وصايا رسول الله، إياكم أن تضيعوا وصايا رسول الله، إياكم أن تضيعوا وصايا رسول الله. إن أعجبكم المقطع اضغطوا على زر الإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتشاركوا المقطع مع كل من تحبون، وانشروه لتعم الفائدة وليكون في ميدان حسناتكم يوم القيامة. أرجو وأنا أنتظر تعليقاتكم التي دائما تبهج قلبي، وشكرا لحسن الإصغاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.